أخبار اليوم. نحن سعداء بتلك الزيارات لأن الزيارة دي لها فعلا أو بتترجم لمعنى كبير جدا، بمعنى استراتيجي عظيم، أن الشعب المصري بجميع طوائفه بجميع مختلف الأماكن اللي هو متواجد فيها بيترجم بيقول أن احنا كلنا نسيج واحد وإيد واحدة، واقفين ورا جيشنا، واقفين ورا الشرطة المدنية بتاعتنا، عشان احنا كلنا داخل تلك الأرض، ولا بد ان احنا نعيش ونتنفس داخل تلك الأرض بما نوفر فيه الحياة الحضارية والحياة اللي كلها عدل وكلها حب وكلها سلام اجتماعي لأولادنا والأحفادنا إن شاء الله. سيادة المحافظ، تكلمنا عن الخطة التطويرية بالنسبة لنشاط السياحة بشارع. هو حضرتك طبعا النشاط السياحي حاليا طبعا متأثر بالموقف الأمني، ولكن طبعا في مخططات سياحية، وخاصة في المنطقة شرق العريش إن شاء الله، منطقة واقعة بين العريش والشيخ زويد، دي منطقة يعني هي منطقة الأمل ومنطقة المستقبل، حوالي 13 كيلو على صحر البحر الأبيض، وبعمق حوالي 22 كيلو، بتجمع بين الشاطئ الساحلي والكثبان الرملية الجميلة ومناطق السفاري، وممكن نقول يعني يبقى فيها كومباوندز، يبقى فيها عبارة عن رالي موجود مثلا للسيارات. ده فعلا في تخطيط بهذا الكلام من هيئة التخطيط العمراني إن شاء الله، باستتباب الأوضاع هنبدأ في أو هننطلق في هذا الاتجاه بإذن الله. من هنا، من أرض سيناء، أرض الفيروز، الأرض التي ضحى من أبنائها الكثير والكثير، دعوة لزيارة سيناء، الأرض الطيبة والتي تؤكد بأن مصر شامخة، مصر تتصدى للإرهاب، مصر فوق الجميع. تعالوا لزيارة سيناء.